أما هلأ بننتقل عفاف لفقرتنا التالية. مع اقتراب العيد يمكن كثير منا بيخطر بباله بعض الأفكار والجميلة لتقديم الهدايا ضمن أفكار بسيطة. اليوم يمكن في تكاليف مادية عالية وضغوطات معيشية. اليوم معنا صبية جميلة رح تحكي لنا عن بعض الأفكار اللي ممكن نحنا ممكن نسويها بالبيت أو نستعين بحدا. أكيد هاي الصبية اسمها عليا خير بيك، صاحبة ورشة ماريوشكا. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. صباح الخير، يا أهلا وكل عام وأنتم بخير. صبايا ورشة ماتريوشكا. ماتريوشكا. خلينا بالبداية نحكي عن هاي الورشة، اسمها روسي أكيد بتحكي عن اللعبة الروسية، بس لما نقول ورشة وصبية جميلة مسؤولة عنها يعني في لمسة فنية رح تكون مختلفة أكيد. تسلمي. أول شيء أنتم الحلوين. بخصوص الاسم ماتريوشكا، اي مزبوط الاسم هو روسي، هي اللعبة الخشبية الروسية المعروفة. انا لانه بحب الثقافة الروسية جدا وكونه هي كمان بتخصني، يعني انا نصي روسي، فكتير موضوع يعني لك تقولي اي موضوع هيك شخصي يعني. بخصوص الدمج بين الاسم الماتريوشكا والحلو، هو حلو صحي يعني كل شيء له علاقة بالمجففات، تمور، المكسرات، فحبيت أعمل فكرة جديدة اللي هي حلويات صحية يعني حتى الكوكيز أغلبهم شوجر فري من الشوفان والشغلات اللي يعني انت ضربتي عصفورين بحجر، شيء جميل عصافي. ولا مو مكلف لانه بعرف السكر غير صحي ومكلف. هلا هلا هو للحقيقه يعني كله صار مكلف، لما يعني انت بتقولي مجففات ومكسرات هي كمان مكلفه، بس حسب لانه في عندك خيارات. هو هون الجميل في خيارات، بس يعني طالما فيكي يعني كل شيء حسب امكانيات الشخص. صحيح. يعني فيكي توصي بوكسات كبيره وفيكي توصي بالميزانيه اللي انا بحطها يعني طبعا. كنت عم يعني تقولي لنا تحت الهواء معلومه كثير مهمه لازم يعرفها مشاهدينا، انه السكر بيساعد على تاخير الشيخوخه يعني تخفيف منه او منعه نهائيا. صح. انا ماني خبيره هالقصص يعني مو مجالي، بس بطلع بكثره وشفت لما كنت بموسكو شفت بروفيسوره بهالامور يعني، فهي قالت لي انه السكر هو اللي بيعجل الشيخوخه يعني، فاذا بدنا نضل حلوين وصغار وهيك البشره ظابطه نبعد عن السكريات. طيب هي الحلويات معموله بطريقه صحيه كثير يعني سكر خفيف في دايت ولا كل شيء شوكولا؟ في عندي شوكولا اللي هي بدون سكر، هي شوكولا مره، وفي شوكولا بس بيكون كميه السكر جدا قليله. وبشكل عام يعني كل شيء تمر، يعني عندي تمر وبرجع بقول مجففات اللي هي سكر طبيعي يعني من الاساس. طيب خلينا نحكي عن طريقة العمل والأفكار. كنا عم نشوف عبر الشاشة بعض الأفكار، في بوكسات صغيرة، في قياسات، في بوكسات مشكلة، في ألوان مختلفة. طريقة الأفكار اللي بتبتكريها حسب طلب الزبون، يعني حتى عم نشوف ميني بوكس يعني كثير قياسات صغيرة، ممكن أنا كمان هيك سوفينير صغير وزعه على بعض الأشخاص. صح. هلا هدول اللي كثير صغار بيبقوا هن غالبا بيطلبوهم أشخاص اللي حابين يهدوا الموظفين، اللي أخذين عيلة كبيرة في كثير عدد من الأولاد حابين يوزعوا عليهم. بشكل عام انا اللي بصمم البوكسات والتفاصيل كلها اللي بتكون تنسيق اللي بقلب البوكس كمان انا، وبعرضها على البيج تبعي. انت مثل الزبديه الصيني، من وين ما عم بحكي انك بترني كل شيء جمعيه حلوه شو ما بتقولي. برافو عليك، يعطيك الف عافيه. خلينا نحكي عن المواد واهميتها انه تكون نظيفه ومميزه بنفس الوقت، يعني دائما بنشوف نحن اشكال حلوه فبتكون بغنى المظهر، بيقول لك انه قال طعم العين بيشبع بتدري شو. لا في يعني هون في تقنيه عاليه انه المنظر حلو والتصنيع كثير نظيف ومميز، خبرينا عنه اكثر. هلا اهم شيء اكيد هي بالدرجه الاولى اي شيء اكل هو نظافه المفروض يكون، شغله ثانيه هو نوعيه المواد، يعني هي كثير مهم انه تكون الكواليتي هي احسن شيء، لانه بالنهايه انت عم تقدمي منتج إذا بدك الشخص يحبه ويرجع لعندك يعني بدك تكسبيه وبدك على التجربة. صحيح.
فأنا بقول إنه النظافة هي أهم شيء، مو بس بهذا الموضوع، بأي شيء، بكل شيء، حتى ب يعني بأي وظيفة، بأي عمل، هي أهم شيء الرتابة والنظافة. فطبعاً أهميتها كبيرة يعني. يعطيكم ألف عافية. لما نحكي عن النظافة والمواد، لأنه صار الواحد بيضيع يعني، في عملية غش عم تكون كمان عبر النت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. والله مو بس على النت يعني، هي على الواقع. على الواقع والاثنين للأسف. فخلينا نحكي اليوم كمان هي الورشة إلى جانب آخر، هو الجانب اللي بتشتغلي فيه حضرتك، العمل الإنساني. ونحن دائما بنستضيفك بمبادرات إنسانية موجودة دائما على الأرض. كيف عم تستثمروا هي الورشة ليكون إلى بالمقابل عمل خيري أو جزء منها للعمل الخيري؟ هلا أصلاً الهدف من إنشاء هالورشة، غير إنه أنا شيء بحبه يعني بحب أعمله، هو الهدف إنساني ونبيل يعني. لأنه أنا بالأساس، نحن كجمعية صبايا العطاء التنموية، هي جمعية تمويل ذاتي. فنحن كصبايا صعب يعني بهالظروف يعني، لأننا منقول تمويل ذاتي سابقا كان أهون، اليوم عم نحكي الغلاء عم يزداد. مزبوط. يعني فبدال ما تزيدي العدد، احيانا بتحسي عم يتخلص للاسف. وهو هذا اللي صار فعلا. بس نحن صبايانا بشكل عام اغلبهم عندهم مشاريع خاصه او اعمالهم الخاصه يعني، كل حدا بمجاله، ومن راع اعماله يعني بيحط مبلغ معين بشكل دائم. كلياتنا يعني، مو بس انا بصراحه. وورشة ماتريوشكا يعني هي كان لها دور كبير كمان بكتير قصص يعني. نحن أوقات مثلاً بيكون جايينا حالة طبية أو حالة بدها علاج، نحن فعلياً ما بيكون عنا مساهمات يعني من الأشخاص، فنحن هون بنستعين بحالنا. شو بيكون مثلاً شايلين مبلغ معين من الورشة، من الورشة مثلاً، وحتى من إعلانات جروبنا اللي هو جروب صبايا. أنا كمان بدي أحكي عن هذا الموضوع، لأنه كنت أسألك عنه سمعتني يلا، كثير دور كبير بصراحة. بدي أتشكر كل الصبايا اللي بيشتركوا عنا بالجروب بالإعلانات، لأنه فعلاً نحن عم نقدر ننجز كثير من وراء. وأنتوا أثبتوا يمكن أنه فعلياً الصبية أو الست اليوم ضمن الظروف قادرة تنجز وتشتغل، فهذا مثال يحتذى به يعني. نحن بنعتز وبنفتخر بيكم صبايا العطاء. شكرا. والجروب تحية لكم فردا فردا، نعرف قديش انتم كتار وتحت الكواليس عم يكون في شغل ومجهود. صح. وضغط كبير. صح. عليكم. شكرا كثير. شكرا لكم. اكيد شكرا كثير لك. بس بدنا نعرف اكثر شيء، اكثر هلا نموذج عم ينطلب من ماتروشكا، شو هو، كيف عم يكون يعني طلب الناس له؟ هلا بشكل عام بالشهر الفضيل اكثر شيء كنت عامله فكره سله رمضان، كثير حبوها. كمان كنت عاملة صينية خشب من المجففات والمكسرات، يعني فينا نقول صينية صحية، وحبوها كمان يعني لأهاليهم لرفقاتهم كتير، كمان كان عليها الطلب. وبشكل عام كل شيء، شوفي بوكسات التمر هي دائما. صحيح. مو بس بالشهر الفضيل يعني، هي دائما بيحبوها، وهي عن جد طيبة يعني. ف انا بنبسط لكل الانواع اللي ذكرتيها طيبه باختلاف. انا بنبسط لما بلاقي دائما انه الاشخاص عم يحبوا وعم يطلبوا وعم يدعموا هيدا المشروع. صحيح، هذا اجمل شيء. اتشكرهم. ايه، شكرا للجميع. اكيد بدنا نتشكرك وبدنا نتشكر صبايا العطاء اللي لهم دور كثير كبير بالمساهمه بالاعمال الخيريه خلال الازمه وخلال شهر رمضان المبارك. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا للاخباريه، انت شريتنا. دائما مستضيفك. شكرا. من زمان يعني سنوات. عليا الخير بك. انا كثير بتشكركم على الدعم. انا بعتبر هذا الدعم، اي شيء حلو بتحطوا سبوت عليه يعني، انا صحيح. بعتبر انه هذا دعم. وانا كمان بدي نوه انه في كثير صبايا، مو بس انا، عندهم كمان مشاريع. صحيح. خاصه، ان كان جبصين، ان كان كله عم نحاول قد ما فينا نسلط الضوء عليه ضمن رحلاتنا الصباحيه، وان شاء الله كمان بيكونوا ضيوفكم. ان شاء الله. بدنا نشكرك. عليا الخير بك. تحيه لكل الصبايا. شكرا كثير. أكيد. إليك. شكرا لكم.